السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار. ربي إن شاء الله يجازيكم ويحفظكم. اليوم إن شاء الله عندي لكم فيديو في المطار. ربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظ مستعملين الطريق. خوتي السياقة في فصل الشتاء صعبة بزاف. إنسان لازم دائما يمشي بعقله ويدعي رب العالمين يحفظه ويحفظ مستعملين الطريق اللي راهم معاه. خوتي اليوم حبينا نحكيو على رانتيسور. رانتيسور اللي هو مكبح المحرك كي تكون تصب المطر. مكبح المحرك كاين ناس بزاف اللي راهم خايفين مثلا يسقسيو بزاف على السياقة ويسقسيو. يعني انا راني نحكي على المبتدئين، ما رانيش نحكي على ناس اللي راهم نقولوا عند بزاف هما يصوبوا. اللي راهم مبتدئين يعني رانتيسور يعني ما تستعملوش في المطر، ويعني مشرجي ولا فرغان بالصح. واذا استعملته تعرف كيفاش تستعملو. علاش ما تستعملوش؟ كي تستعمل رانتيسور وما تفرينيش مثلا تفريني بالكمي وحده، الرمورك راح تطبعك وراح يدور بك ادروات ولا يدور بك اغوش. هذه هي الحوايج، هذه هي الحاجه اللي ما راهيش مليحه. كاين الناس يسقسيو مثلا يقول لك كيف تفقد السيطره في الشاحنه. تفقد السيطره كي سخنوا لك الفرانات، قالوا لك يعني هل تقدر يعني تتحكم في المركبه نتاعك ولا ما؟ اكيد تقدر تتحكم فيها كي تكون تمشي بعقلك. اذا انسان يمشي بعقله يقدر يدير ألف حل، واذا انسان يمشي بزاف ما عندك حتى حل. انسان كي يكون يمشي بعقله سخنوا لك الفرانات، تقدر ديغرادي بالفيتاس، تقدر تهبطه في الفوسي، تقدر تدير قداش من عفسة. بس على كنت سارع ما عندكش حتى حل. نوصي خاوتي إنسان ما تكون عنده إرادة وما يخافش. كاين ناس راها خايفة بزاف ويسقسيو كيف ندير وكيف. معليش أنا مش لي سقسي أنه راه خايف، والله لازمك تسقسي وما فيهاش عيب. بس صح الانسان ما لازموش يخاف. الخوف هذاك يدير لك حوايج اخرين، يدير لك رعب، تولي تخاف، تولي ما تقدرش تبطل السوقان. دير في حسابك باللي الناس اللي راها تسوق هذو كامل صارت لهم نفس المرحله اللي راك تحكي عليها انت. ما كاش لي زاد متعلم وما كاش لي زاد يعرف. ناس كامله تعلمت بالعقل وتسقسي وتشوف وتجرب وتسوق، ومن بعد يا رب العالمين انه يثبتك في العمل تاعك. وهذا ما كان انسان اول حاجه واش يدير يعني كي يكون مرقلي الفرانات نتاعو دائما الرومورك فريني قدام الكاميو بشعره برك. تحس بالكاميو دائما الرومورك هي اللي دائما المقطوره هي اللي دائما تفريني على الكاميو. علاش؟ باش تشد الكاميو ما تدورش هي مثلا تركز على الفران تولي ولا توليك في ضربه غاصبه ولا حاجه تركز على الفران يدور بيك. والله كاينين اخرين كي تفريني بالكاميو المركبة نتاعك تروح أدروات ولا تروح أغوش، وهذاك هو الخطر الكبير. اللي عنده مركبة كي تفريني مثلا ساك ولا تجيك ضربة قاصبة ولا حاجة مع تفريني دور بك الكاميو أدروات ولا أغوش. أنا بكري كنت نسوق في واحد الرونو مرضني، عنده لي كام فاسدين تزيروا ومن بعد تولي تطلق كاما تولي جهة تقبض وجهة ما تقبضش. وش يولي يدير هو؟ يولي يدور. ولا مثلا في الرومورك كي تسرع الفرومورك وتطلق كامة وتبقى كامة ما يدورش، بصح تولي تسخن لك الفرانات يولي يسخنوا لك. علاش تسخن؟ تولي تفريني وحدها. كي تولي تفريني وحدها تسخن. انه دائما الانسان يركز على اللي كام تاعو لا عدو مش ملاح يبدلهم. هنا راني شعلت الفونتيلاتور هذيك بيروح لي هذاك الغباب. وتحاول انك دائما تنفس الكارو تاعك شوية باش ما يجيكش الضغط نتاع الضباب هذا. الضباب بالنسبه للتروفيزور عندك هذيك اللي تشوف الترافيزورات هاي اللي تشعلها هنايا كي تكون المطر ويكون برد الحال تشعلها راح يذوب هذاك الضباب هذا. المطر كي تبدا جديده وقديمه مثلا كما اليوم راه بيتها تصب حتى وتفريني ساك والله ما تخافش منها. الكيم نتاعك مش راح يتحرك، ماشي كيما تعود الطريق مثلا كيما ذوق النهارات انا هبطت المنحدر تاع المنصوره وعنده قريب العام ما صبتش ولا صبت ما نزل شهر ربع شهر صب نهار. الزيت هذا ياكل مازوت
هذوك يديروا لك الصابون في الطريق، تولي الطريق الطريق تزلق كي تركز على الفراء، يلعب بك المركبه اللي راك تسوق بها، سواء يعني طوموبيل حافله اي حاجه، مش مليح السرعه بزاف كي تبدا المطر جديده. احنا الله يبارك راه بيت المطر تصب، راه عام ان شاء الله، ربي ان شاء الله يجعله عام خير وبركه ان شاء الله على الجزائر وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي. راكم تشوفوا الله يبارك خير كبير ما شاء الله. المطر ثاني نوصي خاوتي يجي واحد البيرك هكذا، والوليدات راهم يقراها، وليداتنا والناس اللي راهم على حاشيه الطريق، نحذروا انه دائما ما يدخلش الانسان في الماء باش ما يطيرش الماء هذاك على الناس، راح تاذي الناس، راح تتشمخ الناس، راح تدي دعاوي الشر، رايح الناس ما يتولوش، يقول لك انه ما تولاش والله ديريكتومون، انت ما على بالكش تقيسوا، تحاذر روحك على قد ما تقدروا، وراح يدعي عليك بالشر ولا على والديك والله. المهم انسان خاوتي السياقه راه فن واخلاق وتربيه، انسان دائما وراها مسؤوليه كبيره عند ربي سبحانه. هذا كامل بلوعات هنا ما كانش، يولي حجر الماء وتولي كاينين بالنسبه للطوموبيل تدخل في الماء غاصب، راح يطلع لك الماء للديلكو ولا الموتور ولا يطلع لك الفلتر ولا المهم ترقد لك الطوموبيل. كما هنا شوف الماء راه محجر، هما هنايا كاين اشخاص هنا ترشنوا او ما يقولكش ما شافنيش، والله كاين اللي يقولك او دارها لي بالعاني كلمه، المهم كاين اللي راها، المهم كاين الرب سبحانه لي انه الانسان اللي كان بالعاني راها مش مليحه يعني. شوفوا هنايا يبارك ما شاء الله. انا دائما نحب نمد صوره مليحه على سائق الشاحنه خاوتي، الانسان السياقه دائما راها فن واخلاق وتربيه، حسن السياق أن عوده وشحال من خطرة من حسن الأخلاق. شوفوا من عند ربي العالمين، نهار ما نغسل الكاميو دائما تجي المطر إن شاء الله، دائما نولي نغسلو. المهم يجينا الخير بارك، المهم حاجة أخرى يفرج ربي العالمين. شوفوا خاوتي راه انتيسور بالنسبة لرونو فراشة ولا كيما اللاندر جاي في الجهة اللي منا، في رونو فراشة هاوي اللي هذا هو راه انتيسور، هكذا راني استعملته. بصح حنايا عندنا مثلا راه اوتوماتيك، مثلا كي نستعملو وتكون رجلي على الاكسيراتور ما يخدمش، نهز رجلي على الاكسيراتور، اسمع كي راه يدير، نكسيريلي هاو قطع راح. رانتيسور في بريمير، شوفوا بريمير هاوي ليك هنا الدرجات نتاعو، هاوي ليك بريمير دوزيام، هاي دوزيام شعلت زوج لوام صفر، هاوي ليك كاينه الاولى وكاينه الثانيه وكاينه الثالثه. واش دير ديغرادي في الفيتاس، ما نقدرش نديرها دروك فرغان، وما عنديش يعني باش نديرها ديغرادي بها، ديغرادي بزوج فيتيسات، مثلا راك في منحدر وما كفاكش الفران ولا دير انتيسور، ومن بعد في نفس الوقت تزيد تضرب درجه اخرى لتحت يولي ينقص لك في الفيتاس، ينقص لك مثلا تكون في الديش تلقى روحك في السات، ينقص زوج فيتيسات. هذا هو رانتيسور، رانتيسور في المطر تقدر مثلا تكوبيه، عنده هذه القفله نعدها لكم قبيله، هاوي اللي هنا راني كوبيتو، هاي القفلة تاعو شاعلة، بصح كين هذي تكوبيه مع البيدال، مذاك تلض رجلك على الفران ما يخدمش، وهذا هي. وعليكم السلام. هنا راني طفيت الفيوز خلاص، نحاول اني نبعد على السيد هذا اللي دوبلاني، علاش باش المطر على يطيش هذاك الغبار تاع الطريق نتاع المطر هذاك، وخامج يولي يتخمج لي الكاميو. نحاول اني دائما نخلي مسافه كبيره باش الرشراش هذاك ما يطير ليش على الكروات، ظل داير سوي كلاص نهار كامل متفراش، مالك يتبعد الغبار هذاك واللي طير مروض تاعو والتراب، المهم دائما يطرق على الكاميو، لقيت كاميو موسخ من القدام في المطر هذاك شيفور
راه يحشر بزاف في السياقة نتاعو، حتى هكذا ويطير كي تلاقى معك ماين بالصح، مش كيما تعود انك تتبع هنا. شوف الخماجة، شوف كرا الناس اللي خرجت من البيستا واللي خرجت يطلقوا الغرقة هنا في الطريق، كي يطلق التراب هذاك، التراب هذاك وين يروح؟ يولي من بعد كي تعفسه مع الماء والاخر يولي طير، يولي تغسل الطريق. لا راهي المطر نقولوا صابة بزاف راح تغسل، ولا راهي المطر صبت وحبست تولي الدنيا يلصق في الكماين، واللي المهم راكم تعرفوا. وكاينه واحده الملاحظه في الطريق هنايا، السواقي هذوك تاع لا شارج ونتاع الطريق مش مليحه. المهم ما راح الناش السواقي هذوك يذهبوا لك السوقان تاعك، مثلا تطلق المركبه تاعك ديرك تموت وهرب وحدها تولي تتبع الساقي هذيك. هذيك ثاني دائما كي تلحق بلاصه كيما هذيك تحذر روك في اي مركبه، في حافله، في شاحنه، في اي حاجه تولي ما تقدرش تتحكم في المركبه تاعك. الساقي هذيك صعيبه بزاف في السياقه، وصي اي واحد وخاصه واحد مثلا كان خرج بك الكاميو لادروات وزيد ترجعوا لاكوش ويولي يلعب بك. حاول انه الحاجه اللي مش مليحه في السياقه كود فولون، انه الانسان يجبد الفوله تاعو ضربه واحده في الفران، ثاني تفريني بالعقل في الكسيراتور، تفريني تكسري لي بشويه. مثلا انا في منحدر والله في بلاصه كبيره ومفريني فرنساك، حاول اني دائما الحاجه الوحيده اللي تخليك تسوق مرتاح انك تخلي مسافه الامان. كي تخلي مسافه الامان نتاعك وتشوف ستوب تاعك تاع الصديق تاعك اللي راه قدامك اشعل، تنقص من بعيد عليه حتى تفريني بالعقال انت الحق قريب ليه، حتى ويجي واحد يدوبلي ولا واحد مغصوب ولا حاجه عنده بلاصه وين يخش. هنا ثاني راه منعرج، منعرج ثاني نوصي خاوتي الانسان ما يفرينيش فيه، تفريني قبله ولا نتفوتو. كي تفرينه في نصه رايح تفقد السيطره على الشاحنه نتاعك، وخاصه الفران، نحكي على الفران الغاصب والله. ثاني في الدودان، دودانه مثلا جيت سارع فيها والحقت ليها راح تبقى لازم نحي رجلك على البيدال. علاش؟ يبقى الضغط هذاك تاع الفران والضغط تاع الدودانه والاخر يتكسروا لك ليلام ولا المهم ولا طيشك المركبه ادروات ولا اغوش. مال الانسان الحق الدودانه تفريني لقد ما تقدر تلصق في الفوله تاعك مليح، كي تلحق الدودانه لازم تطلق الفرين، ما تقدرش تقعد فوق الدودانه مفريني تولي تكسر ليلام تاعك ولا طيشك المركبه اللي راك فيها. يعني نحكي على السرعه الفائقه، مانيش نحكي على انسان يمشي يعني عادي. هاوتي بايس يوصلكم جديد، عاونونا بالاشتراك نتاعكم باش تكبر يطلع الفيديو ويستفادوا الناس. عاونونا بالجيم نتاعكم تهمنا بزاف وتكبر القناه ويستفادوا خاوتكم. ادعيونا بالخير ان شاء الله، ربي ان شاء الله يقدرنا ربي العالمين ونجيب لكم جديد، ويحفظنا ربي العالمين بلادنا ويسترنا ربي وليداتنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ربي يوفقكم ان شاء الله.